مرحبا، وإن شاء الله تكونوا بخير. رح كمل شرح بمادة الكلينيكال كيمستري 2. رح ناخد شابتر كتير سهل وبسيط، واللي هو الأوتو أميون هيباتايتس. أوتو أميون هيباتايتس هذا هو مرض مزمن، بيكون في عنا أوتو أنتي بادي بالدم، يعني أنتي بادي بتهاجم السلف أنتيجين أو السلف سيلز. كمان بيتصف انه في بيكون جاما جلوبيولينيميا. حكينا الجاما جلوبيولين هذا بيرتفع، هذا البروتين بيرتفع في حالة الامراض اللي بتكون مزمنة اللي هي الكرونيك ديزيز. كمان بيصير في عنا نيكرو انفلاماتوري تشينجز اون هيباتيك هيستولوجي، يعني بتصير نخر او نخور على الهيباتيك هيستولوجي على انسجة الكبد نفسها، وبصير عليها تغيرات. هذا المريض الاوتو اميون هيباتايتس بيشنت بنعطيه اميونو سبريسيف ثيرابي على اساس انها تثبط من هاي المناعة او من الاميون سيستم تبعه، مشان انه يخف الاوتو انتي بودي هذا اللي عم يطلع بهاجم الجسم او خلايا الجسم. هلأ في شيء بالمناعة اسمه السيلف توليرانس. هذا السيلف توليرانس شو يعني؟ هلأ الليمفوسايت لما بصير لها تكون اللي هي البي ليمفوسايت والتي ليمفوسايت، إذا بتتعرف على أو بترتبط بالسيلف أنتيجين اللي هو الأنتيجين اللي بيكون موجود على سطح خلايانا أو بيكون موجود داخل خلايانا، خلينا نحكي هذا الأنتيجين إذا بتتعرف عليه لازم إنه يصير لها تحطم لهي الخلايا، وما بصير إنها تطلع على الدم أو على السيركيوليشن، لأنه إذا طلعت على السيركيوليشن رح تعمل مشكلة كبيرة، رح تصير تهاجم خلايا الجسم نفسه. فقبل خروج البي سيل والتي سيل للبلاد سيركيوليشن لازم انها تتعرف على الخلايا على انها هي سيلف. اذا ما تعرفت عليها على انها هي سيلف وهي من الجسم نفسه ما بصير انها تطلع، لازم يصير لها تحطم. فالاوتو انتي بوديز هاي ممكن انها تكون ناتجة عن اللوس اوف توليرانس اجينست سيلف انتيجين، يعني في عندي فقدان او ضعف بالتوليرانس هاد. And activation of autoreactive lymphocyte كمان في بيكون عنا، يعني هاي الليمفوسايت عم بصير لها activation autoreactive، يعني من دون viral infection أو bacterial infection، من دون هذا السبب بالأسباب تانية. كمان ممكن انها تسبب دمج لسنجل أو multiple organs. Autoantibodies can be measured in different liver disease associated with etiological factors. ممكن ان يصير في عنا الاوتو انتي بوديز ناتج عن drugs and chemical induced autoimmunity. المريض او الحدا اخذ drugs او شيء كيميائي سببت اثارة للاوتو اميون سيستم فسببت لي الاوتو انتي بوديز، او ممكن يكون secondary response عن الفيرال والميكروبيال انفكشن. فغالبا ما يكون نتيجة إصابة الهيباتيتس سي فيروس أو الهيباتيتس بي فيروس. ممكن إنه secondary response يصير في عندي auto antibodies تهاجم أماكن تانية أو organ بالجسم غير الكبد. Many specific and systemic autoantibodies. ممكن يكون هذا الأوتوانتيبودي تكون specific أو systemic. شو يعني specific؟ يعني عم بتهاجم شيء محدد وبس. مثلا بمرض الديابيتس ميليتس 1 اللي هو مرض السكري من التايب 1، الأوتوانتيبودي بتكون عم بتهاجم الريسبترز اللي موجودين على خلايا الجسم وبس. اما السيستميك مثل الروماتويد ارثرايتس، الاوتو انتي بودي هون بالسيستميك او بمرض الروماتويد ارثرايتس اللي هو التهاب المفاصل الروماتيدي عم بتهاجم كل الجوينتس كل المفاصل بالجسم، فهي بتكون سيستميك. Are usually found in the serum. بتكون إن كانت specific أو systemic بتكون موجودة بالسيرم للبيشنت اللي بيكون عنده chronic autoimmune hepatitis كسكندري ريسبونس. هاي مثلا بتكون هاي الاوتو انتيبودي ممكن انها تكون ضد النيوكليار انتيبودي. هلا خليني احكي لكم شغله. هلا لما صار في عندي هيباتايتس بالكبد او التهاب كبد، هلا صار في نيكروسيز للسيلز حكينا رح تغير على الهيباتيك
سيلز صار في إلها صار في نكروسز على السيلز إن ليفر، يعني صار في نخر للخلايا، فرح تظهر الأنتيجين اللي بتكون جوا ومخباية وما كان شايفها الإميون سيستم، مثل النيوكليار أنتيجين أو الميتوكوندريان أنتيجين. هاي الخلايا كانت مو ظاهرة للإميون سيستم، فلما صار لها نكروسز لهاي الخلية طلعت هذا الأنتيجين، تعرف عليها الإميون سيستم. بس الإميون سيستم أو خلايا الإميون سيستم اللي حكينا التي لمفوسايت والبي لمفوسايت ما كانت عارفة إنه هاي موجودة هاي الأنتيجين، فلما شافتها فكرتها جسم غريب أو شيء غريب على الجسم، فكونت ضدها أنتيبودي. هاي معنى الأنتي نيوكليير أنتيبودي أو أنتي سموث مصل أنتيبودي، وغالبا ما تكون بالستومك أو بتكون ظاهر أكتر شيء بالستومك، أو أنتي ميتوكوندريال أنتيبودي أو أنتي برش بوردر أنتيبودي. هاي يعني بتكون ضد البرش بوردر اللي هو موجود بالبروكسيمال تبيول بالكيدني، او انتي باريتال سيلز انتي بودي. الباريتال سيلز اللي هي موجودة بالخلايا الجدارية للابدومن او للتشست للصدر، بشكل خاص للمعدة خلينا نحكي. فهاي الباريتال سيلز شو وظيفتها؟ انها تفرز اسيدز حموض، انها تحرر الفيتامين بي 12 من الطعام، وبتروح بتربط بيرتبط الفيتامين بي 12 مع الانترنسيك فاكتورز. هذا الانترنسيك فاكتورز اللي بيرتبط مع الفيتامين بي 12 بيسهل عملية الابزوربشن بالسمول انتستين للفيتامين بي 12. ففي حالة الانتي باريتال سيلز انتيبودي رح يكون في عندي او رح يسبب البرينشوس انيميا. برينشوس انيميا اللي هي فقر دم ناتج عن نقصان البي 12، تمام؟ هلا لانه صار في عندي انتيبودي حطمت البريتال سيلز هاي اللي راح تعمل راح تساعد بامتصاص البي 12، فصار في نقص، فما عم بصير في ابزوربشن للبي 12 بشكل صحيح، فراح يصير في عندنا ديكريزنج اوف بي 12 اللي هي راح تسبب عدم تكون الار بي سيز بشكل صحيح، وراح تسبب البرينشوس انيميا. او الاي ار اي اللي هو الانتي ريتيكولين انتيبودي او الانتي كانكولر او الانتي رايبوزومال انتيبودي. افري انتيبودي از دايركتد اجينست ا سبيسيفيك انتراسيلولار انتيجين. هلا كل انتيبودي عم بيكونه الاميون سيستم بيكون سبيسيفيك لانتيجين محدد. During apoptosis خلال عملية الأبوبتوسيس اللي هي مثل ما حكينا مثلا النكروسيس للسيلز أو موت للخلايا هاي، فعم يطلع هذا الأنتيجين اللي ما كان يعرفه الإميون سيستم اللي هو السيل ديث الأبوبتوسيس and presenting to the immune system. Their pathogenic function and the clinical significance is still unclear. لحد الآن هذا الشيء أو الوظيفة الإمراضية هاي لسه مو معروفة. هاي السلايدات ما أتوقع يجيبنا إياها الدكتور بالامتحان، بس إنه يعني هي هيستولوجي أو خلينا نحكي immunity، يعني ما دخلها بالكلينيكال هون، بس بحب يفرجينا انه هون في عنا بوزيتيف انتي نيوكليير انتيبودي لما عملنا مثلا على الراديو امينو اسي او على اليلايزا، وجدنا انه في عنا انتيبودي ضد للنيوكليوس او للنيوكليير. هون بوزيتيف انتي سموث مصل انتيبودي ان ستومك تيشو، هاي ستومك تيشو واضح فيها انه في عندي انتيبودي ضد السموث مصل. هاي هون ضد الميتوكوندريان بالليفر تيشو وبس. وهيك بنكون خلصنا الشابتر، سهل وبسيط وسلس. موفقين.